لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الأيام من هذا الشهر الحرام وما يليه من أيام إلى أيام الحج، تهفو قلوب المؤمنين دائما إلى هذه العبادة، لأن الله عز وجل جعل في قلب كل الناس رغبة دفينة عجيبة للارتباط بهذا البيت العتيق، جعله الله كذلك. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه، كلما رجعوا عنه أرادوا أن يثوبوا أن يرجعوا، كلما انصرفوا عنه أرادوا أن يرجعوا. ومنة الله على هذه الأمة زيادة على ما شرع للأمم السابقة من الحج، أن الله جعل ارتباط القلوب ببيت الله الحرام بالتوجه إليه كل يوم 5 مرات. هناك أثر هائل لهذا البيت في صلاح قلب العباد وهدايته في قلوب العباد وهدايتهم، كما قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس، أي لعبادة الله في الأرض، للذي ببكة أي مكة مباركة كثير الخيرات، فيه آيات بينات كزمزم والمقام، وآيات بينات في قلوب المؤمنين في أنواع الهداية التي يجدونها آثار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أثر عبادة الطواف في القلب من آيات الله البينات، أثر السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، وتذكر فعل هاجر عليها رضوان الله عز وجل، وغير ذلك كله من آثار هذا البيت العتيق، من آثار الهداية. الذي أدى به النسك، أو من ضمن الآيات البينات مقام إبراهيم وهو الصخرة التي أمرنا أن نتخذها مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الصخرة التي قام عليها إبراهيم ليبني البيت الحرام ويرتفع البناء، كانت ترتفع به وظل أثر قدميه أول الإسلام، أثر النعلين على هذا الصخر الشديد الصلابة، لكن أثر فيه قدم إبراهيم عليه السلام، وصلى خلفه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن دخله كان آمنا، أي ووجب. قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، أي وجب تأمينه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هناك إذن هداية للعالمين، لمن حج هذا البيت وقصده وتوجه إليه، فالأمة الإسلامية تختصت بمزيد إبراهيم وسن ومن بعده من الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بثنية، قال في الطريق بين مكة والمدينة، قال: كأني بموسى بن عمران. مر بوادي هو اسمه وادي الأزرق، قال: كأني بموسى بن عمران صلى الله عليه وسلم مارا بهذا الوادي، له جؤار بالتلبية. فموسى عليه السلام جاء من سيناء
أو من مصر أو من قريب من بيت المقدس خلال سنوات عمره بعد عودته إلى مصر ثم هلاك فرعون. في هذه المدة بعد أن ذهب إلى سيناء حج موسى صلى الله عليه وسلم، وقال عندما مر بثنية هرشة قال كأني بيونس ابن متى مارا بهذه الثنية على ملبية على ناقة خطامها ليف. فالأنبياء مروا بهذه الأماكن وحجوا إلى بيت الله الحرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهلن ابن مريم بالحج أو بالعمرة أو ليهلن بهما جميعا. فسيدنا عيسى عليه السلام سوف يحج أو يعتمر أو يقرن بينهما، سوف يحج ويعتمر عليه السلام عندما ينزل إلى الأرض في آخر الزمان ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يكون إماما لهذه الأمة، ومن ضمن ذلك أنه سوف يحج إلى بيت الله الحرام ويعتمر. هناك عبادة قصدت أن نجتهد في تحصيلها، وأنا أعلم أن أكثرنا لا يتمكن من الحج، وذلك أن نسبة من يحج واحد بالألف من المسلمين، فتسعمائة وتسعة وتسعون لا نصيب لهم، نقول لا بل لهم نصيب. الشعور بالمثابة، الشعور بأننا نريد أن نذهب، عندما نسمع كلمات التلبية من الحجاج ونراهم يفدون كما أمر الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم أعظم المنافع صلاح القلوب، يكون لنا نصيب أيضا في أن نشتاق إلى بيت الله الحرام ونشتاق إلى الحج. ولو حدثنا أنفسنا كل عام بالحج وعزمنا لو يسر الله لنا الحج لكتب لنا أجر الحج وإن عجزنا، لكن حدث نفسك وانوي واشتاق، فالنية تكتب لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فعلى قدر الشوق، على قدر النية والعزم وأخذ الأسباب الممكنة يكتب لك الأجر، وهذا من أسباب الصلاح العظيم لقلب المؤمن، أن يظل قلبه مرتبطا مشتاقا لبيت الله الحرام، والحقيقة أنه شوق إلى الله في حقيقة الأمر، لأن هذه العبادة المرتبطة ببيت الله الحرام الذي طهره الله وشرع فيه من العبادات ما لا يشرع في غيره من الطواف ومن السعي بين الصفا والمروة وما حوله من المشعر الحرام وعرفة ومنى، هذه المشاعر العظيمة كما ذكرنا لها أثر في صلاح القلوب والعباد والبلاد، ونحن في أزمة بلا شك بسبب الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وبلادنا في محنة، ويكفي محن المسلمين في سوريا والعراق واليمن والصومال ويعني في كل مكان وليبيا، وعندنا بلا شك محن كثيرة في ابتعاد كثير من الناس، ابتعاد الشباب عن الالتزام الصادق بالدين، ووجود موجات الإلحاد ووجود موجات التحلل والإباحية وكميات الفجور التي لا تتوقف، التي ربما يستنكرها من كانوا في نفس الطريق، يعني لما توصل لدرجة أن نقابة الموسيقيين هي اللي تعترض على أغاني وعلى هيئة، تبقى حاجة يعني وصلت لفين بقى،
لما نقابة التمثيليين هي اللي تقول مسلسلات رمضان بايظة قوي. تخيلوا يعني، انا شفت البيان انا ذهلت صراحة يعني. يعني انتوا اللي بتقولوا ان مسلسلات رمضان، يعني بعض الباحثين عاملين بحث حوالين المشاهد الفاسدة في 33 مسلسل مصري في رمضان، يعني حوالي 10,000 مشهد حول 4,000 مش عارف كام شرب خمر، 1,000 ومش عارف قرب 2,000 مخدرات، قبلات واحضان مش عارف 2,000 وشويه، المهم يعني اكثر من 10,000 مشهد غير المشاهد الجنسيه، الايحاءات الجنسيه، العنف، القتل، يعني حاجات تخرب المجتمع، والله العظيم ده حاجه تعرض، كنت بقول لبعض المسؤولين والله العظيم تعرض الامن القومي للخطر. يعني اللي بيحصل ده حاجه خطر داهم عظيم جدا، ده غير خطر المخدرات، غير خطر الخمور المنتشره، الفساد فظيع جدا، غير خطر البدع المنحرفه، احنا في خطر داهم. الرافضه الشيعة عمالين يعني فلوس بقى يعني بما لا يحصى ولا يقدر عليه، واختراق للمجتمعات وتخريب لها وتمزيق تقطيع لها وكراهية للسنة وأهلها ونشر للخرافة وكذا، يعني من يتبعهم من غلاة الصوفية ويغالي في آل البيت، لدرجة أن الخزعبلات التي انتهت منذ أزمنة طويلة تعاد مرة أخرى إلى أن يخاطب الأموات والآئمة بأنهم سيد السماوات والأرض، يقول له يعني بيقول الميت كده يا سيد السماوات والأرض، أنا فقير إليك، عبدك بين يديك فقير إليك في ديني ودنياي وآخرتي. أعوذ بالله، ده أشياء في منتهى العجب عندما تجد الغلو. وكذلك نشر فكر التكفير الذي يقتل الناس ويستبيح دماءهم وأعراضهم وأموالهم باسم الدين والجهاد والخلافة ونحو ذلك، حتى تشوه هذه المسميات، حتى تشوه حقائق الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله. بقت الشهادة في سبيل الله أن واحد يفجر نفسه وسط مسجد، يلبس متفجرات عشان يستشهد، عشان يموت مين؟ المصلين، وهو متصور ان هو بايه، ان هو بيجاهد في سبيل الله، ويرغب الشباب في مثل ذلك، حتى النساء. لسه جالي النهارده الصبح واحده بتبايع امير المؤمنين، وهي ابو بكر البغدادي، وعماله تقول ويسر لنا وظروفنا هنا حاجه، عايزه علاج نفسي، حاجة متصورين حاجات يعني، نسأل الله العفو والعافية. فالبلايا والمحن دي عايزة إصلاح، إحنا عندنا أزمة حقيقية في مجتمعاتنا، الأمر ده محتاج إصلاح، وأيام الحج أيام إصلاح. إذا ما قدرناش نروح نحج، يبقى عندنا شوق إلى ليه؟ إلى الحج. الشوق نفسه عبادة، والعزيمة بأني لو يعني الواحد يوضب واتخذ ما يستطيع من وسائل، اللي يدور ما عرفش على تأشيرة عمل، واللي يروح يشتغل بالفعل عشان يحج، ممكن يعني مش لازم يبقى معاك 50,000 عشان تروح تحج، في وسائل متعددة. تنوي لو نويت من السنة دي للسنة الجاية هتاخد الثواب، لو انت ما نويتش كنت السنة دي ولا دورت، ولكن قلت طب السنة الجاية لازم ادور لي على حاجة علشان ابحث عنها، انوي ومع شدة الشوق والإخلاص لوجه الله عز وجل سوف تثاب. يعني إن لم يضاعف لك إلى 700 حجة أو أكثر، وإن لم يضاعف لك إلى 10 حجات أخذت حجة، هي الحجة شوية، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ونفي للفقر والذنوب، يعني شدة الحال التي فيها أمة الإسلام والفقر الشديد والعوز والأنواع غلاء الأسعار، احنا الحج ينفيها بإذن الله، والعمرة تنفيها بإذن الله. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب، يبعد الفقر عن الإنسان ويبعد عنه الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فنحن نحتاج إلى يعني تذكر هذه المعاني أولا عندما يعني نكون في هذه الأيام. ثم إن أيام العشر الأول من ذي الحجة لأجل الحج عظمت، واختار الله سبحانه وتعالى من الأيام هذه الأيام المباركة وجعلها وسط أيام العام أفضل أيام العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. وأفضل ما يفعل في هذه الأيام الحج والعمرة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى والتهليل والتحميد والتكبير. وليكن تدبر الذكر وليس مجرد ترديده باللسان وعده على الأصابع، نعم هذا مشروع، ولكن تدبر الذكر هذا الذي يحيي القلب. تظنون أن الحج يعني عبادة بدنية مالية فقط؟ بل هي عبادة قلبية في المقام الأول، وهي وعاء لعبادة التقوى العامة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه العبادة بكل ما فيها من معاني تجدد الإيمان في القلب وتحييه وتزيد الحب لله عز وجل ولأنبيائه ورسله، خاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولملائكته، لأنك تستحضر مواقف الملائكة مع الناس. أنت عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة القريب من المدينة، يقول، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم لخمس بقين من ذي القعدة، خرج يوم السبت بعد أن صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. الرسول صلى الله عليه وسلم رايح هيك، احنا بنخلص على طول مش كده، بنروح جايين ايه مصلين ركعتين في ربع ساعة عشر دقايق ونقول يلا يلا عشان نروح مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الأحد، كل ده فين؟ في ذي الحليفة في وادي العقيق. ويخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. الآتي ده في رواية تانية جبريل عليه السلام، يعني أنت مستحضر سيدنا جبريل وهو إيه؟ وهو موجود في الوادي ده مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمره بأن يصلي فيه ويقول عمرة في حج، عشان كان قارن عليه الصلاة والسلام. وتستحضر أن سيدنا جبريل عليه السلام كان موجود، وهاجر عليها السلام تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن غوث. وعندما تشرب من زمزم تستحضر ضربة جبريل للأرض. نحن نعلم قصة هاجر رضي الله عنها وكيف رضيت بالله عندما أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يذهب بها وبرضيعها إسماعيل إلى بيت الله الحرام، إلى موضع بيت الله الحرام قبل أن تبنى الكعبة، وأن يتركها هناك. تخيل أنت المسافة، وليس بمكة أحد، مكان عبارة عن جبال وصحراء فقط، وليس فيها ماء ولا بشر ولا شيء على الإطلاق. والمسافة قد إيه؟ من بيت المقدس من الشام شهرين سفر، وسفر في أرض إحنا يعني، وإنتوا رايحين من مكة والمدينة كده اللي ربنا يرزقه عمرة ولا حج، ولو كان بالليل يضلموا نور العربية شوية ويشوفوا الطريق في الضلمة عامل ازاي، مع انه طريق منور دلوقتي واسفلت واخر وبعدين عندك كل شوية استراحة وكل حاجة. ايام سيدنا ابراهيم بقى لما كان جاي من فلسطين من بيت المقدس، وما فيش طول السكة دي غير الصحراء والجبال، ويسافر يا إما على بعير أو على قدميه شهرين سفر، ثم
يصل إلى إيه؟ إلى بيت الله الحرام، يترك هاجر رضي الله عنها أم ولده إسماعيل، ويترك ولده الوحيد البكر الذي رزقه على الكبر، الذي دعا ربه عز وجل عندما هاجر وترك قومه. هو أصل سيدنا إبراهيم هاجر بعد أن ألقوه في النار وكسر الأصنام، وكان فتى في ذلك الوقت. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال كان عنده 16 عاما، عشان شبابنا الصغير والكبير شبابنا يعرفهم قيمة الدعوة وأهمية دعوة التوحيد. سيدنا إبراهيم كان أصغر منك يا طالب الجامعة، كان أدك يا طالب الثانوية، وهو يكسر الأصنام ويدعو أباه ويدعو قومه ويتحمل الإلقاء في النار، ويهاجر ويترك وطنه وأهله، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. والدعوة جت استجيبت إمتى؟ استجيبت بعد إيه؟ بعد أكثر من 80، عندما بلغ 80 أو أكثر، يعني بعد حوالي نحو 70 أو أكثر من 70 سنة. وتبقى إيه؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يعني عشان اوعى تقول دعيت وما استجابش ربنا، انت بتقعد في 5 دقايق عايز الدعوة تجاب، بعد 2 3 يوم تقول ما انا دعيت كتير ما لم تستجب. سيدنا ابراهيم بيقول ان ربي لسميع الدعاء على دعوة استجيبت بعد ايه؟ بعد اكتر من 70. وبعدين ده اسماعيل واسحاق، يعني في 13 سنة كمان بعد اسماعيل عليه السلام على رواية اهل الكتاب، يعني كان عنده 100 والله اعلم 100 وشوية ولا عنده قد ايه سيدنا ابراهيم، عشان نعرف ازاي الدعوه دي استجابت. وجاله بعد كبر وشوق الى الولد واحتياج الى ان يعاونه، وبعدين امر وهو رضيع كده ان يسيبه في الصحراء دي. لا دي حاجه يعني عجيبه جدا. وتركه، ترك اسمها هاجر واسماعيل معها خربه ماء وجراب تمر، جراب فيه تمر شويه تمر كده وقربت ميه. طب معلش يعني هيعملوا ايه دول؟ هيكفوا قد ايه في مكان مثل هذا لا احد فيه؟ هتزرع وتستنى؟ هتستنى لما تحط نواه النخله تطلع لها نخله تانية مثلا بعد كده؟ وهتجيب ميه منين؟ وهترضع ازاي؟ ولكن شوف الاخذ بالاسباب على قدر الايه؟ المطلوب، على قدر المتاح. والاسباب الضعيفه دي هتخلص ويبقاش ليك الا ربنا سبحانه وتعالى. عشان احنا بناخد بالاسباب، بس اوعى تتعلق بالاسباب، بس اوعى ان انت قلبك يكون ان هو ده اللي هيكون انقاذ، واوعى ما تاخدش بالاسباب. لان سيدنا ابراهيم ساب جراب التمر وايه وخربه الماء، وبعدين انصرف. سيده هاجر رضي الله عنها تقول الى من تكلنا بهذا الوادي، الى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا أحد. وهي مصرية تحب الأنس زي كل المصريين، يحبوا الايه؟ القعدة، يحبوا اللمة، وهي أصلا تحب الأنس، ده نص الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قالت لا أنيس ولا أحد، هي متألمة ان مفيش حد معاها. سيدنا إبراهيم بيعلمها انها السؤال ما ينفعش يتسال كده، بس من غير زعيق، مش زي ما بنعمل احنا نقعد نتخانق ونزعق في العيال. سيدنا ابراهيم مع ان السؤال غلط، بقى سيدنا ابراهيم هيتصور ان هو هيضيعهم، هيضيع اهله وولده؟ مش ممكن، ده هو رحيم وحليم بالكفره، رحيم بخلق الله جميعا، كما قال عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من عصاني ما قالش فانتقم منه، ما قالش فأهلكه يا رب زي ما بنتسارع إحنا لما حد يغزنا يقول يا رب انتقم منهم يا رب دمرهم تدميرا،
لكن سيدنا إبراهيم بيتكلم في ناس هتعبد الأصنام بيدعي لهم ربنا يغفر لهم. طب إزاي ربنا يغفر لهم؟ ربنا لا يغفر ويشرك به، يغفر لهم إن هو وهم أحياء يهديهم يوم يسلموا يوم ربنا إيه يغفر لهم، لأن ربنا لا يغفر ويشرك به لمن مات مشركا. لكن الحاجة الوحيدة اللي ربنا يغفر بها الشرك هو الإيه؟ التوبة. أو إن الإنسان يكون ما بلغوش دعوة الرسل ممكن يبقى يعني يختبر يوم القيامة ويمتحن. لكن سيدنا إبراهيم إذا كان بيدعي للكفار وبيدعي الأخبث الناس من أخبث خلق الله بيحلم بهم، يعني زي مين؟ زي قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. بيقول إن فيها لوطة، يعني ما تعذبهمش عشان فيها لوط. والحقيقة أنه كان بيجادل مش عشان لوط بس، كان بيجادل إيه؟ عن قوم لوط، عايز يتأخر عنهم العذاب لعلهم يتوبوا ربنا. نشوف يعني حاجة فوق الاحتمال والله، وشوية حسالة مجرمين عند ربنا من أخبث خلق الله. بس ربنا أحب من إبراهيم حلمه، أحب من إبراهيم، وذاك مدحه في هذا الموطن قال إيه؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب، متعبد لله، مسبح لله، رجاع إلى الله. مدحه على هذه الصفات اللي أخرجت الرحمة العجيبة دي. الصفات دي هي اللي ترتب عليها إن هو جادل في قوم لوط، مع إنه جدل في غير موضعه وربنا ما قبلوش لأن هما ما يستحقوش، بس أحب من إبراهيم هذا الفعل. يعني انت لو انت احبيت ان ربنا يهدي خصومك اللي بيؤذوك، او حبيت ان ربنا يهدي الكفرة بدل ما تحب ان ربنا يهلكهم تاخد ثواب، تبقى اشبه بابراهيم عليه السلام. وبعدين ربنا يفعل ما يشاء، هو سيهدي من يستحق الهداية ويعذب من يستحق العذاب. لكن انت ايه اللي يحبه ربنا منك؟ ان قلبك يبقى واسع، انك تتمنى ان ربنا يهدي الناس. فاللي قلبه واسع كده وعنده رحمه كده، معقوله هيبقى قاسي على ولده وام ولده؟ ده مش ممكن. بس سيدنا ابراهيم رد عليها ازاي؟ ما ردش، لم يلتفت اليها ولا اجاب. السكوت تربيه، بس بقى طبعا مع هاجر طبعا يعني مش كله، يعني طبعا في ناس تقعد تسكت يبقى خلاص فرصة وبركة يعني انك انت ما اتكلمتش. لكن هو حاجة عالية جدا، يعني اساليب تربوية، يعني لما توصل التفاهم للدرجة دي وان الواحد يفهم بالسكوت زي ما بيفهم بالكلام، هتبقى حاجة. هما يعني الاصطفاء، اصطفاهم الله، اختارهم الله، ما واحد اختارها ربنا. اختارها ربنا سبحانه وتعالى انها تكون ام اسماعيل، ام جدة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، وانها ام ولد ابراهيم عليه السلام، اول من رزقه الله الولد منها هاجر عليها السلام رضي الله عنها. فبلا شك المهم ان هي سألت سيدنا ابراهيم فلم يلتفت اليها، فأعادت السؤال الى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس به انيس ولا احد، سيبهم وماشي. برضه ما ردش عليها. المرة الثالثة انتبهت بقى بعد ما كررت السؤال، فراجعت نفسها، السؤال يتسأل بطريقة تانية، اذا سيدنا ابراهيم مش معقول يعمل كده؟ فقالت الله امرك بهذا؟ فالتفت اليها وقال نعم. جاوبها امتى بقى؟ لما سالت السؤال اللي فيه حسن ظن، اللي فيه حسن ظن بابراهيم وحسن ظن بالله وتوكل على الله عز وجل. لذلك كان جوابها ايه؟ اذا لن يضيعنا. لما قال لها نعم قالت اذا لن يضيعنا، رضي بالله. تركها إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، توجه إلى الكعبة إلى موضع البيت وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
ربنا ليقيموا الصلاة. يبقى سيدنا إبراهيم ما كانش جايبها فقط عشان الغيرة اللي وقعت بينها وبين سارة، عشان يفرق بين الزوجتين، بين هي طبعا سارة هي الزوجة وهاجر أم ولد، ولها منزلة سارة طبعا كبيرة جدا، هي اللي اتحملت مع سيدنا إبراهيم فترات الشدة، إن كل قومه محدش آمن به غير رجل وامرأة، رجل هو لوط ابن أخيه، وسارة التي تزوجها عندما آمنت به بعد ذلك، وتحملت معه طول المدة دي وظلت على حسن الصحبة، فلا بد من مراعاة منزلتها، وهي لها منزل عند ربنا عظيمة سارة عليها رضي الله عنها. لكن هو أساس الرحلة دي كان عشان يعمر بيت الله الحرام، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تأمل أثر الدعوة دي، ممكن تلاقي دعوة تلاقي غيرت حياة إنسان، وممكن تلاقي دعوة غيرت حياة أمة، وممكن تلاقي دعوة غيرت حياة أمم، وممكن تلاقي دعوة يستجاب لها في كل زمن ملايين، في كل سنة ملايين. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لما نتخيل أثر دعوة سيدنا إبراهيم دي، هي التي جعلت قلوب ملايين البشر كل عام تهفو إلى بيت الله الحرام وتهوي إلى هذه البقعة ليقيموا الصلاة وليكونوا مع أهل هذه البقاع، واللي ما راحوش نفسهم يتمنوا، القلوب هوت. وارزقهم من الثمرات، ما قالش لعلهم يأكلون، مع إن الثمرات عشان إيه؟ الأكل. لعلهم يشبعون، لعلهم يعيشون، لا لعلهم إيه؟ يشكرون. يعني أنت بترزق النعم دي مش علشان في المقام الأول تاكل وتشرب، ده أنت بترزق عشان إيه؟ عشان حاجة قلبك. الأكل والشرب دول حاجة البدن، لكن أنت محتاج حاجة تانية أكتر من حاجة البدن، محتاج شكر. قلبك يشكر ربنا، يعرف نعمة ربنا، يحب ربنا ويثني عليه بها، ويعرف فضله ونعمته ومنته، ويستعملها في طاعته، ويثني لسانه على الله بها. فلما تيجي النعم يبقى العلة في ذلك لعلهم يشكرون. الحكمة ان ربنا بيرزقنا مش ان احنا نعيش، ما احنا هنموت في الاخر، بس لو بقي الشكر هيبقى لك بعد ايه؟ بعد ما تموت، ان يبقى ليك ان انت شكرت ربنا. البدن هيموت، وفي النهاية ما فيش حد بيأكل ويشرب من الثمرات، يبقى خالدا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لكن الأمر ده اللي بيبقى عبادة ربنا، اللي بيبقى شكر ربنا. سيدنا إبراهيم يريد لهم حاجة القلب قبل حاجة البدن، يريد لهم أن يرزقوا شكر نعمة الله قبل أن يعيشوا في هذه الحياة. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ورجع إبراهيم عليه السلام إلى الشام متوكلا على الله، تاركا أهله وولده لله عز وجل، ويثق في فضل الله عز وجل وفي رحمته وفي وعده، لأنه يعلم أن الغرض، أن الحكمة من هذا التشريع هو أن يعبد الناس ربهم عند المسجد الحرام، هو أن تقام الصلوات في المسجد الحرام، وأن تؤسس أم القرى وتبنى أم القرى. هاجر عليها السلام عندما تركها إبراهيم تأخذ بالأسباب، جعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء حتى نفذ التمر ونفذ الماء وجف اللبن في ضرعه، في ثديه، في صدره ما فيش لبن. الأسباب اللي موجودة أخذت بيها وانتهت الأسباب.
وجاء الصبي، جاء إسماعيل عليه السلام وبدأ يتلوى وينشغ، يعني يتنفس تنفس غير مستقر، بيشهد يكاد أن يموت. سبحان الله، الضيق الذي يشرع يقدره الله على الإنسان، الهموم والألم قادر سبحانه وتعالى أن يزيله في لحظة، ولكن مع أكرم الخلق عنده أنبيائه ورسله وأوليائه الصالحين دائما يأتي الفرج بعد شدة الاضطرار، ليسمع التضرع، لتكون القلوب شديدة التعلق بالله وتنعدم، ينعدم تعلقها بالأسباب. فهاجر ما نبعتش زمزم من البداية عشان تبقى مطمنة، لا، أصيبت بالقلق وبالخوف وبالجوع والعطش والألم من رؤية ولدها وهو يموت، يوشك أن يموت، هي تتصور أنه يموت، مش قادرة تبص له، فتتركه وتبحث لتنظر أي مكان يمكن أن تبحث فيه عن الماء والعطش. أنتوا عارفين حر مكة قد إيه، وما كانش فيه غير شجرة بس هي اللي مضللاها، ولا تكييف ولا إيه، ولا مياه ساعة، ولا أكل ولا شرب ولا بشر ولا مياه سخنة ولا حاجة خالص على الإطلاق، وحر جديد وعطشانة جدا. فنظرت إلى أقرب جبل، فإذا هو جبل الصفا، فصعدت على الصفا تنظر يمينا وشمالا، هل من غوث، هل من شيء، فلم تجد. فنزلت نظرت، فإذا أقرب جبل إليها من ناحية الأخرى هو جبل المروة، فنزلت تسعى تأخذ بالأسباب، بتدور، حتى إذا صبت قدماها في بطن الوادي سعت الجبلين كده، والدنيا مش ممهدة، مش رخام زي دلوقتي، لا، ولا بطلع نزلة، والحتة الوحيدة اللي مستوية اللي هي بطن الوادي اللي بين عمتين الخضر، سعت سعي الإنسان المجهود. لما وصلت للمكان ده اللي مش قادرة تمشي، عطشانة وتعبانة ومفيش ولا أكل ولا شرب ولا مية، وابنها بيموت أو هي تظن ذلك، اللي قدرت تتحرك بسرعة شوية على قدرتها، هي المسافة دي اللي الناس بتهرول فيها زي ما بيقولوا. ثم مشت حتى صعدت على المروة، مفيش، مش من أول ما تطلب هتلاقي. نزلت مرة أخرى إلى الصفا، رجعت إلى المروة، نزلت إلى الصفا، رجعت إلى المروة. إحنا الناس في عز الراحة بيبقوا تعبانين مش كده، وبيبقوا عايزين يخلصوا بسرعة، هي الشوط الثالث الشوط الرابع، لا لا عم ده الخامس، ده هو ده أهم حاجة عايز يخلص، والمية على السكة رايح جاي، وهي رضي الله عنها حتى إذا كان آخر سبع أشواط خلاص، وهي وإسماعيل عليه السلام سببي يعني ينشغ للموت، فسمعت صوتا وهي على المروة، صوتا بتدور مش سامعة، ما شافتش، فقالت صه، اسكتي اسكتي يا بنت اسكتي عشان تشوف. فسمعت الصوت، تأكدت ان في صوت، فقالت أغف إن كان عندك غوث. فإذا جبريل عليه السلام، عشان كده بقول لكم ان العبادة دي عبادة فيها شوق إلى الأنبياء. لما نتذكر موقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الصفا وهو ينادي يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، تحس بمدى ثقل المهمة التي أداها، ويدعو جميعا ويدعوهم، واحد يطلع يشتموا عشان لما تتشتموا ما تزعلوش، لأن مين اللي شتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عمه، بيقول له تبا لك
ألهذا جمعتنا؟ هلاكا لك، ربنا يهلكك، تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ عشان يبلغهم دعوة التوحيد. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف على جبل الصفا بعد ذلك قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، وصف نفسه بالعبودية، وهزم الأحزاب وحده. تذكر موقفه هو كده وهو منتصر وعزيز في 140,000 من أصحابه. تفتكر موقف هاجر، وتفتكر سيدنا موسى وهو مر بالوادي، وسيدنا عيسى سيمر، وسيدنا يونس وهو يمر، وتفتكر بقول لك الملائكة تقوم تشتاق لهم وتحبهم. لما تفتكر شوف سيدنا إسماعيل، وفي الرواية ذكرها ابن حجر رحمه الله وسكت عنها في فتح شرح هذا الحديث، الحديث اللي احنا نذكره ده في البخاري، فقال أن جبريل قال لها من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم. ما قالتش أنا هاجر بنت فلان المصرية، لا، نسيت كل حاجة إلا علاقتها بإيه؟ بإبراهيم، أم ولد إبراهيم، لشدة حبها لسيدنا إبراهيم، مع أنها مملوكة، يعني ما هياش يعني سيدة زي إيه، أو ما هياش زوجة زي سارة، ومع ذلك تعلقها بسيدنا إبراهيم عظيم جدا، بتحبه جدا. فقالت أنا أم ولد إبراهيم. فقال إلى من وكلكما؟ سابكوا لمين؟ قالت له شفت سيبنا فين هنا؟ قالت له إلى الله. قال وكلكما إلى كهف ترككما إلى كهف يكفيكم، كفى به سبحانه وتعالى. لما يبقاش لك حد أبدا وملكش إلا هو سبحانه وتعالى يكفيك، حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله، يكفينا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال وكلكما إلى كاف. لما هي بتقول له بيقول لها سبكوا لمين، فقالت له سبنا ربنا، قال لهم قال لها سبكوا لحد يكفيكم، كفايه ربنا. فضرب الارض عند اسماعيل. شوف يعني بتدور عند الصفا والمروه، وسيدنا اسماعيل عند الشجره اللي عند زمزم. فضرب الارض بعقبه او قال بجناحه، يمكن بالاثنين، ضرب بكعب رجله، العقب ده اللي هو اللي احنا بنسميه كعب الرجل، او بجناحه، فنبعت زمزم. هاجر عطشانه جدا، خايفه على نقطه الميه، فجعلت تحوط حولها وتبني يعني بالتراب كده عشان ايه، وتقول لها زمي زمي، خايفه تروح وهي تفور تزداد فورانا، بس خايفه على الميه من التعب اللي هي تعبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. لو تركت زمزم وما حوطتش عليها كان زمان زمزم بقت نهر بيجري، ما يحتاجش يبقاش بير الناس ترفع منه بالإيه؟ بالأدوات. ولكن سبحان الله، ده هي وهي على هي حالتها دي زمزم بيخرج منها كميات هائلة من المياه بطعم مختلف عن جميع أنواع المياه في الأرض وحوالين مكة وفي الأبار الأخرى اللي حواليها، ويؤخذ منها يشرب منها ملايين البشر على الدوام، وكلهم يأخذوا 10 لتر و20 لتر ويأخذوها إلى البلاد يوميا. تخيلوا، ما لو كانت بقى عينا ما عينا، بس شوفوا برضو تصرف الحرص ممكن يقلل الخير قد ايه. لو كانت زمزم دي عين ظاهرة على الدوام كان هيبقى فيها كمية مية قد ايه،
ده هي على كده ومكفية وفيها بركة عظيمة جدا، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو لها بالرحمة، رحم الله أم إسماعيل فجعلت تشرب من زمزم، وزمزم كافية عن الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم وشفاء سقم. يعني يقول أبو ذر رضي عنه كما في صحيح مسلم أنه ظل 40 يوما يشرب من زمزم بلا طعام حتى سمنت وتكورت عكر بطني. يعني بطنه بقت ايه زي الشخص السمين متنية من كتر الايه السمنة، ومفيش ولا حاجة غير زمزم. وبعدين بعد كده قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة مجيء جرهم للقبيلة العربية التي تعلم إسماعيل عليه السلام العربية منهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن ذكر هذا الحديث قال من أجل ذلك، أو ابن عباس رضي الله عنه قال من أجل ذلك سعى الناس بين الصفا والمروة. فنحن نتبع هاجر عليه السلام، فبنقول هذه الرحلة المباركة العظيمة التي نستحضر فيها معاني التوحيد ومعاني الإيمان ومعاني الحب والشوق إلى الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه، مواطن متعددة. التوحيد، الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أتاه في ليلة الأحد 26 من ذي القعدة أو 27 من ذي القعدة، لأنه ممكن يكون كان ناقص، يعني كانت خمس باقين يبقى يوم خمسة، يوم خمس أيام يبقوا كان منهم يوم السبت. قال أتاني الليلة آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأهل صلى الله عليه وسلم يوم الأحد بعد الظهر عندما ركب ناقته، ركب راحلته فأهل بالتوحيد، قال لبيك عمرة في حجة أو عمرة وحجة، وأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الاستجابة لأمر الله عز وجل. الحج عنوانه التلبية، عنوانه الاستجابة لأمر الله، لأن الله ناداك. هو ناداك عشان تروح تحج بس، ولا ناداك في كل حاجة في حياتك؟ ناداك وأمرك في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي غض البصر وفي حفظ الفرج وبعدم الظلم، وناداك بالإحسان إلى الناس، وناداك بالرحمة، وناداك بالحلم، وناداك بالعلم، وناداك بأنك أنت تستغل وقتك في عبادته عز وجل، وناداك بأنك تسعى إلى الدعوة إلى الله ونشر الخير في العالم ورحمة البشر بهذه الشريعة العظيمة. مش إن إحنا بنتخانق مع الناس أو الناس بيتخانقوا معانا علشان مين اللي بقى ماسك الحكم، ولا مين اللي معاه سلطة، ومين اللي هيتسمع كلامه، ومين اللي هيبقى معاه فلوس كتيرة، ومين اللي هيبقى مشهور، ومين اللي الناس لما يعدي تقفله. لا، إحنا ما احنا عايزين الناس ترحم بالشريعة، بدين ربنا سبحانه وتعالى، بان هم يتخلصوا من الارجاس اللي الحضارات الاخرى زبالة افكارها، القسوة والظلم هم اللي جابوه. هم عمالين اليومين دول يعني ينشروا في العالم صورة الطفل اللي غرقان سوري، وكأنهم هم اللي بيستقبلوا بقى بالرحمة اللاجئين. وانتوا اللي عملتوا كده، انتوا الظلمة اللي طلعتوا الأسلحة اللي اديتوها للقتلة اللي هم قتلوهم بيها، واللي هم خلوهم يختاروا الموت غرقا على أن يبقوا في بلادهم آمنين، وسلطتم هؤلاء المجرمين وأعنتوهم على الظلم وتركتوهم يبيدوا شعبهم، وكنتوا تقدروا تعملوا غير كده؟ ولا سبحان الله. فوالله ما في حضارة فيها رحمة بالبشر مؤمنهم وكافرهم مثل حضارة الإسلام ودولة الإسلام ودين الإسلام، لأن الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
فاحنا احنا دعوتنا الى الله عز وجل مش عشان نبقى احنا اللي ماسكين الامور، والله ما يهم، والله ما تفرق، بس احنا عايزين الناس ترحم بالاسلام. الناس تعبانه، الناس مظلومه، الناس في العالم عارفين اكتر ناس مظلومه مين؟ المجرمين الكفره. مين اللي ظلمهم؟ هم ظلموا انفسهم. مش ربنا قال كده؟ ها، وما ظلمناهم ولكن ايه؟ كانوا انفسهم ظلموا، ولكن ظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث. ظلموا انفسهم، ظالم ومظلوم، لان انت ضيعت نفسك، ظلمت نفسك الظلم الاكبر بالشرك بالله، ظلمت غيرك عندما صددت عن سبيل الله، وعندما جعلت الطواغيت يتحكمون في البشر ودعوت الى عباده الطاغوت الذي هو كل ما يعبد من دون الله وهو راض والعياذ بالله. لذلك الشقاء اللي في العالم ده بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الفواحش. انت فكرك الزنا مثلا هيحقق لذة للناس؟ والله العظيم لابد وان يأتي بالغم والهم. القتل عمره ما هيجيب راحة ابدا، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. بيمن عليه، مع ان سيدنا موسى ما كانش قصده يقتله، وكان كافر ومعتدي، ومع ذلك ما كانش مشروع انه يقاتل في ذلك الوقت. لكن القتل بيجيب غم، القتل الظلم بيجيب غم، فما بالك من يقتل مسلما، من يقتل بريئا. ده لو قتل كافر معتدي ولم يؤمر بقتله لان في مضرة على المسلمين يجيب له غم، فما بالك لو قتل كافر معاهد هيجيب له غم اكتر. لو كان قصده يجيب له غم اكتر، ولو قتل مسلم خطأ يجيب له غم، ولو قتله عمدا يجيب له غم ايه اكتر. فيعني عشان كده بقول ان الظلم اللي مليان ده، فساد في الارض ده، ياتي الانسان بالغم. عشان كده بنقول احنا انما نريد ان ننشر رحمه، فلما تقول لبيك اللهم لبيك، انت بتستجيب لامر الله سبحانه وتعالى فيما امرك به: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى في الذكر، في قراءة القرآن، في كل ما شرع الله عز وجل. فاوعى تقول لبيك اللهم لبيك وانت مش صادق. هو ينفع الواحد يلبي وهو حلال؟ ساعات الواحد من 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 الشوق لهذه العبادة يبقى نفسه يلبي وهو قاعد كده. في تلبية وهو حلال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح قيام الليل الذي أوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وأنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذكر فيه: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإحنا نقول أنا من المسلمين. ضمن ما قال: قال لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. ففي تلبية لبها النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ وهو حلال، بس مش التلبية اللي هي الصيغة المعروفة يعني. وقال الإمام أحمد: لا بأس أن يلبي الحلال. هل لو الحلال قاعد كده يعني، وانت قاعد كده لو حبيت تقول لبيك اللهم لبيك من غير نية الإحرام، بس كذكر فقط، مش ممنوع، يجوز انك تقول، مش بنية ان انت هتخش في النسك او ان انت بقيت بتعتمر او بتحج، بنيه الذكر المجرد. لان بس بقول خليك صادق فيها، بتقول يا رب انا مستجيب اجابه بعد اجابه، حجيب ساجيب امرك واستمر على ذلك. بيتقال في لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، 4 مرات، ودي مثنى يعني بتقول 8 مرات، لان لبيك مثنى. استجبت لأمرك استجابة بعد استجابة. كل لبيك دي معناها كده، لبيك معناها استجابة بعد استجابة، مش مقصودها تاني. أنا شفتك تاني النهاردة شفت بيجي، كانت أول مرة ولا كانت إمتى دي؟ لا شفتك كتير، بس أقولك تاني. زي واحد جالك ودخل عليك وبعدين مشي ودخل تاني وبعدين مشي ودخل تالت، هتقول له تالت ولا هتقول له ايه؟ تاني. انت جيت تاني مش كده؟ مش مقصوده العدد، مقصوده التكرار مش كده؟
انت مش قلت لك ده، انا قلت لك 10 مرات ما تعملش كده تاني، مش كده؟ ما تكررش هذا الامر يعني. فلبيك دي المثنى بتاعها مقصوده ايه؟ التكرار، الدوام. فانت كل مره لبيك بتقول استجبت يا ربي لك استجابه بعد استجابه وطويله بعد كده، ولبيك الثانيه كده برضه، ولبيك الثالثه كده، ولبيك الرابعه كده. فانت كل مره بتقول لبيك بتقول يا رب انا مستجيب. طب بقى خليك صادق بقى واستجيب، ووفق حياتك على طاعه ربنا، ووفق حياتك على توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك وعلى هذه الشريعه العظيمه وعلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، اللهم يا الهي. والميم المضمومه المشدده في اخر الكلمه فيها معنى الحب والضم والقرب. يعني انا يا رب بتقرب اليك، لان اللهم أي انت الهي المعبود المحبوب الذي اريد ان اتقرب اليك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في توجهي وتقربي وحبي وعبادتي وخضوعي، لان ده معنى اللهم الاله، الله الاله، الإله المعبود المحبوب المطاع. إن الحمد والنعمة لك والملك. والله المعاني دي ضرورية لحياة القلب، ضرورية أن أنت تشهد حمد الله. اوعى تنسى نعم ربنا، واوعى تنسى قبل كده جلاله وجماله وكمال أسمائه وصفاته ووحدانيته. تحمده على عظمته، على علمه، على حلمه، على وحدانيته. الحمد والثناء على الله عز وجل بجلاله وجماله وبنعمه على عباده، على الحسن والإحسان. الحمد له معنيين، معنى الثناء على الصفات الذاتية، والثناء فيما أحسن إلى الخلق، فيما يحسن إلى خلق الله، يعني إلى خلقه عز وجل على النعم. فأنت بتستحضر المعنيين. إن الحمد والنعمة لك. النعمة تذكر نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة الالتزام بالدين، نعمة الصلاة، نعمة الصوم، نعمة الحج، نعمة أنت باقي لغاية النهاردة، لغاية ما ربنا منا يا رب بلغنا 10 الأوائل من ذي الحجة، أيام الفضل. الأيام دي اللي ربنا سبحانه وتعالى اختص بها يعني أحداث عظيمة في تاريخ البشرية، منها تكليم موسى عليه السلام كما ذكر غير واحد من السلف، إن ربنا كلم موسى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، في قول بأن العشرة دي هي عشر إيه؟ ذي الحجة. وإن لما اكتملت كلمه ربه عز وجل. فيوم العيد ده يوم عظيم جدا، وده يوم التضحية، يوم ما سيدنا ربنا نجى سيدنا إسماعيل من الإيه؟ من الذبح، فمن على إبراهيم وإسماعيل. فنعمة عظيمة أن احنا ندرك هذه الأمور. يا رب من علينا بفضلك، وفقنا لطاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. الملك ولا حد والله العظيم يملك، كلنا مملوكين. الملك والمملوك كلنا ملك لله، الرئيس والمرؤوس، الكبير والصغير، الغني والفقير. لا شريك لله في الملك، لا شريك له في الحمد، لأنه لا يوجد من يحمد مثل حمده عز وجل على جماله وجلاله وعلى نعمه وإحسانه. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الأولاني لا شريك لك في الربوبية، في الألوهية، والثاني لا شريك لك في الربوبية والأسماء والصفات. عبادة التلبية عبادة عظيمة، ما يعني الملبي يوم القيامة ده فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرما، قال كفنوه في ثوبيه، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فضل ان الانسان يلبي، شرف له انه يلبي. و يعني ما من ملب يلبي فإلا ويشهد له يوم القيامة كل من سمعه من حجر وشجر
حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا، يعني لغاية ما الكرة الأرضية كلها الصوت الضعيف ده هيفضل يضعف صحيح، بس الكائنات هتسمعه وهتيجي تشهد له إيه يوم القيامة إذا كان لبى بحق. ظل صلى الله عليه وسلم التوحيد أساس هذا الدين، لا تتعلق بغير الله ولا تصرف عبادة لغير الله. نعوذ بالله أن ندعو غير الله أو أن نستغيث بغير الله أو أن نحلف بغير الله. هذه الأشياء التي يحلم الزنادقة والمنافقون بإعادة نشرها في الأمة من خلال أهل البدع كالرافضة والصوفية الغلاة الذين يتبعونهم. الحمد لله ربنا عافانا وعافى يعني أكثر أمتنا الآن من انتشار دعوة التوحيد، في أنه لا يدعى إلا الله، وكذلك في أنه لا يتحاكم إلا إلى شرع الله، وأن لا يوالى إلا في الله ولا يعادى إلا في الله. نسأل الله أن يجعلنا من الموحدين. أهل بالتوحيد إلى أن وصل إلى مكة صلى الله عليه وسلم، وصل يوم الرابع من ذي الحجة فجرا، صلى الفجر بمكة في أطرافها، ثم أتى البيت فاستلم الركن، استلم الحجر الأسود، ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا، سبعة أشواط يستلم في كل مرة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فصلى به، فصلى فقرأ قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم شرب من ماء زمزم، ثم رجع فاستلم الحجر، ثم خرج من الباب إلى الصفا حتى صعد على الصفا فاستقبل القبلة حتى رأى البيت، استقبل القبلة ودعا فقال فوحد الله وكبر، قال لا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، دعا بين ذلك فعل ذلك ثلاث مرات، قال ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي في نفس المكان اللي سعت فيه هاجر، سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل فيه مثل ما فعل على الصفا. نسيت أن أقول أنه قرأ وهو ذا خارج إلى الماء من الماء من المنزل إلى الصفا، قرأ قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال أبدأ بما بدأ الله به، فرق على المروة على الصفا، ثم نزل إلى المروة وفعل ذلك أيضا حتى كان آخر طوافيه على المروة تتمة السبعة أشواط، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة. ففعل الصحابة ذلك حتى إذا كان يوم التروية خرج إلى منى، الذين كانوا قد حلوا أحرموا بالحج من مكة، وظل هو صلى الله عليه وسلم على إحرامه، خرج إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة بعد شروق الشمس، وصل إلى منى قبل الظهر، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم التاسع، وبات تلك الليلة بمنى، ثم لما طلعت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، ثم ذهب إلى عرفة وأمر بقبة خيمة تضرب له بنمرة، نمرة هذه خارج عرفة بجوار المسجد الحالي المعروف باسم مسجد نمرة، ليس هو المكان. قال وكانت قريش لا تشك أنه واقف بالمشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في الجاهلية، إن اللي في منى بيعدي على مزدلفة اللي هي المشعر الحرام ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقف كما كانت قريش تفعل. قريش كانت بتقف بدل الوقوف بعرفة كانت بتقف إيه؟ في مزدلفة، عشان يقولوا نحن أهل حرم الله لا نخرج منه، مزدلفة من الحرم وعرفة ليست من الحرم، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف كما أمره الله وكما وقف إبراهيم عليه السلام بعرفة، ثم نزل بنمرة ما دخلش عرفة على طول، ظل بنمرة إلى أن زالت الشمس وقت الظهر، ف
فأمر بالخصواء فرحلت. ثم أتى بطن عرنة، بطن الوادي، المكان اللي هو مقدم المسجد نمرة حاليا، ده اللي هو ومكان ليس من عرفة وليس من الحرم، خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته خطبة عظيمة جامعة، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستردعا في هذيل، فكان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل. قال: وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ثم قال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء ينكتها إلى الناس: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ثلاث مرات. ثم صلى، أمر بلالا فأذن بالظهر فصلى الظهر، ثم أقام، صلى أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ركعتين جمعا، ولم يسبح بينهما شيئا، لم يصلي بينهما شيئا. ثم ذهب ركب الناقة وأتى الموقف الذي هو عند الصخرات أسفل جبل الرحمة في عرفة، في أرض عرفة، في وادي عرفة، مسافة قريبة من حوالي 3 كيلومترات من المكان الذي صلى فيه الظهر والعصر اللي هو المسجد نمرة. فظل واقفا حتى غربت الشمس وغاب القرص، فدفع وهو يأمر الناس بالسكينة، يقول: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، ليس بالإسراع. ثم في الطريق قضى حاجته وتوضأ وضوءا خفيفا حتى أتى مزدلفة في وقت العشاء، فتوضأ وأذن وأقام وصلى المغرب 3 ركعات، ثم أقام وصلى العشاء ركعتين، ثم رقد تلك الليلة حتى إذا استبان له الصبح صلى الصبح بأذان وإقامة. ثم أتى جبل قزح، جبل المشعر الحرام، فوقف هناك حتى أسفر جدا حتى ظهر الضوء، وقبل شروق الشمس دفع إلى منى حتى إذا وصلها ضحى رمى جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، 63 ناقة، كانت 6 نوق منهن تزدلف إليه تتسابق لكي يبدأ بها في الذبح صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر ما بقي من الهدي، جماعة الهدي كانت 100 من الإبل ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح 63 على قدر سنوات عمره، وأعطى عليا فنحر ما بقي وأشركه معه في هديه. ثم أمر بكل ناقة منها بقطعة لحم فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب فأتى الكعبة. على فكرة الناس تقعد تذبح في الجمل لغاية المغرب كده، ربما يقطعوا أو لغاية العصر مثلا. دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح 63 وعليه بقى كمل 100، وخدوا لحمة منها وسووها وكلوا منها، وراح صلى الله عليه وسلم لحق على بعيره، مش بأتوبيس ولا موتوسيكل ولا بتاع، صلى الظهر بمكة، طاف بمكة، طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة. ثم رجع إلى منى صلى الله عليه وسلم فوجد أصحابه يصلون الظهر
فصلى معهم أو جبر خاطرهم في ذلك وصلى معهم، ثم بات تلك الليالي ليالي منى بمنى يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد الزوال بسبع حصيات لكل واحدة، يكبر مع كل حصاة، يقف للدعاء بعد الصغرى طويلا ثم بعد الوسطى طويلا ثم بعد الكبرى ينصرف مباشرة إلى منزله بمنى ولا يقف للدعاء. فعل ذلك ليلة يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر، لأنه كان متأخرا صلى الله عليه وسلم، لم يتعجل عليه الصلاة والسلام. فلما رمى الجمرة من اليوم الأخير يوم الثالث عشر انصرف إلى المحصب، مكان اسمه المعبدة دلوقتي، فنزل به، ده كان خيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر، كان ده المكان اللي هم اتفقوا فيه على مقاطعة بني هاشم علشان يعملوا لهم حصار عشان يتركوه نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل في نفس المكان اللي هم عملوا فيه ليه الاتفاقية الجائرة دي، ثم بعد ذلك يعني بات بهذا المكان، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلى الفجر وطاف وانصرف، وتمت طف اللي هي طف الوداع، تمت حجته عليه الصلاة والسلام، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام والاعتمار إليه، وأحيا قلوبنا بذكره وطاعته عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.